أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى. بس اسمحوا لي، يعني في سيدة فاضلة قابلتني على باب المدينة وقالت لي إن هي عندها بنت من أصحاب الإعاقة وعايزة تشتغل بنسبة 5% وطالبة العمل، وفي كمان رئيس جهاز الإحصاء، رئيس جهاز التنظيم والإدارة بعت جواب للسيد سكرتير عام محافظ القاهرة إنه يشغل البنت طبقا لقانون 5%. شغل بنت دعاء، معاها اسمها دعاء، مش هنقول اسمها بالكامل يعني، اسمها عندنا، معاها سنوية، معاها شهادة متوسطة يعني دبلوم، اقول الشهادة هي قدامي. فإذا كان في حد يقدر يساعدنا في هذا الأمر، في 5% قانون، في إنسانية، في قلب، في بتاع، ساعدونا معلش. يعني احنا كنا توقفنا عن الشغل دوت، بس لما بيلجأ لنا حد إذا كنا نقدر نعمل أي حاجة لأي بني آدم، في زمايل أعزاء لنا بيعملوا ده بكفاءة أعلى، وإحنا كنا بنعمله من سنين يعني. لكن برضو أنا الست يعني أصدتني، فأنا بقول لأي حد عايز يشغل بنت معاقة وياخد فيها ثواب وينفذ قوانين الدولة ويساعد معانا، يبقى متشكرين جدا 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 لو تكلمونا على التليفون أو تكلموا زمايلي السيد محافظ القاهرة. ده حقها من الدولة، حقها من الدولة، لكن احنا طالبين جنب الحق الرحمة والإنسانية من القطاع الخاص. إذا كان في حد يقدر يشغلها يبقى جزاه الله خيرا. تليفونها عندنا واسمها عندنا وكل حاجة. امبارح كان عندنا قصة أيمن الشاب أنا مش عارف هو ضرير ولا كفيف، يعني مش عارف إيه هو، بس هو هناخد مين؟ هناخد حاجة الأول، هناخد طيب ناخد قبل ما نحكي حكاية أيمن باختصار، ناخد الأستاذ أحمد شارك. أستاذ أحمد، أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ محمود. تفضل يا أستاذ أحمد. كنا عايزين نتكلم في مشكلة نادي الصيد فرع بورسعيد مع هيئة قناة السويس. احنا نادي من اكتر من 30 سنة موجودين في المكان، واخدين الارض من المجلس المحلي بقرار من محافظ في ظروف طبيعية، ويعني حسب القانون في سنة 79. في 2007 ظهرت قضية بين المحافظة وبين الهيئة، الهيئة بتقول انها لها تلت الارض دي، واحنا يعني مبدئيا بنحترم القانون وبنحترم كل حاجة يعني قضائيا. طيب كويس. طيب ده القضية ظهرت سنة 7، رسيت عليه القضية. هما كسبوا القضية الهيئة، لكن انا بقول ان انا عندي 120 الف منتفع من النادي، 20 الف من بورسعيد شباب وبنات وولاد يعني من مراحل سنية مختلفة. ده نادي وسيادتك بداية كلام حضرتك هو حلل الموضوع. حضرتك بتتكلم عن ان الدولة مسؤولة عن رعاية الشباب ورعاية النشء، ودي موجودة في الدستور الجديد اللي احنا سامعينه. احنا الوقت بنراعي الشباب هو أستاذ أحمد، النادي ده نادي اجتماعي ولا نادي اجتماعي رياضي؟ نادي اجتماعي رياضي. يعني في ألعاب رياضية لشعب بورسعيد؟ في هو المتنفس الوحيد لشعب بورسعيد. طيب النادي الوقت يخضع لمين؟ يخضع لوزارة الشباب. وبتصرف عليه كويس؟ واحنا احنا 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 الاعضاء الاشتراكات وزائد الرعايه اللي بتبقى من نادي الصيد من الدقي، احنا تابعين للدقي. طيب بنقدر نغطي، والنادي ماشي كويس وبيرعى الشباب وبيرعى الاولاد، وكل شباب واولاد بورسعيد كلها موجوده. طيب لو قناه السويس خدت تلت الارض ده ياثر على النادي بقد ايه ومساحته قد ايه؟ هتاخد المباني هنهد مباني بأكتر من 30 مليون. يعني دي مش أرض فاضية. لا دي مش أرض فاضية. أرض مبنى عليها مباني وملاعب وكله. الملاعب والنادي الاجتماعي وكل ما هو في النادي في هذه في التلت اللي الهيئة عايزة تاخده. وبعدين احنا مستعدين ندفع إيجار، مستعدين ندفع حق انتفاع، مستعدين لأي حاجة. طيب انتوا بتخشوا النادي ده ازاي يا استاذ احمد؟ يعني بعضوية؟ بعضوية، احنا تابعين للدقي.
طب العضويه بتاعتكم كام في السنه؟ عضويتنا كام في السنه؟ نفس العضويه بتاع اللي هي العضويه العامله بتاعت الدقي، بس احنا كنا اخدين مجموعه من هنا من العضويه محليه، كانت بدايه كانت ب 500 جنيه. كويس، يعني الشعب كله يشترك في النادي ويتبسط. لا احنا 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 لا نمنع دخول احد للنادي، والنادي مفتوح، حتى لو حضرتك زي ما انت عارف وحضرتك من رواد الانديه، لو معاك ضيف او معاك اي حد بتقدر تصاحبه وتخش بيه النادي من غير يعني تذكره من غير حاجه. تذكره معموله للاعضاء بسيطه مبسطه، حاجات بسيطه. بعدين بقول لحضرتك ان كل شباب بورسعيد موجود عندي. وده على القناه يا استاذ احمد؟ نعم على القناه. لا مش على القناه، مش على القناه، بس موقعه حلو يعني. موقعه كويس، احنا في ظهر. طيب يعني انت بتطالب؟ نعم اتفضل. انتوا في ظهر فندق هنا المجاور لنا، وفي قطعه ارض فاضيه كاملا بالهيئه عطيها للفندق حق انتفاع، يمكن اكبر من النادي بتاعنا، معموله جراج الاتوبيسات. يعني اذا كان هناك. طيب ما ده تشجيع من الهيئه للسياحه برضو، كويس يعني. طيب احنا دلوقتي يا احمد بقى ايه عشان نحسم المساله، انت تريد تنازل من قناه السويس، اداره هيئه قناه السويس، عن هذه الارض لشعب بورسعيد، تمام؟ لا اريد تنازل، انا اريد ان تبقى للهيئه وحقيتها، اذا كانت هناك طيب حقيقه للهيئه، بس طيب. احنا ندفع. طيب ياجروها لكم. ياجروها لنا. طيب تمام. حق انتفاع. طيب وانت على هل انت حضرتك تقبل ان احنا نرمي 20,000 شاب؟ لا ما انا بقول لك بس ناخد منك، نلمهم من الشارع؟ لا ناخد منك الاجابه بدقه مره تانية. انت متاكد ان الارض اللي هتاخدها الهيئه او اللي بتطالب بيها الهيئه كحقها، هذه الارض مبني عليها مباني وملاعب؟ مبني عليها، والجزء الوحيد اللي عليه انشطه النادي. تمام استاذ احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا. بتقدم لسياده الفريق مهاب مميش، وهو رجل فاضل وعزيز، يعني ينظر في هذا الامر. ما نقدرش نقول له اعمل كذا او اعمل لنا كذا لو سمحت وبتلا، ما نقدرش نقول كده، انما نقول له بص في الحكايه ديت، شوف الانسب للهيئه والانسب لشعب بورسعيد، وانت يعني منهم وعايش في وسطيهم وادرى بيهم مننا وحريص عليهم اكتر مننا وبتحبهم اكتر مننا، فانا اعتقد ان سيادتك هتحل المشكله دي حل يرضي جميع الاطراف. سياده الفريق مهاب مميش لو سمعنا او حد من مكتبه يا ريت يلتفت لقضيه نادي الصيد اللي موجوده في بورسعيد، اللي هو مفتوح لشباب بورسعيد وناس بورسعيد يلعبوا رياضه ويتبسطوا ويغيروا جو كويس. ايمن كلمنا امبارح في التليفون، هو يعني عنده عجز في النظر، فدخل كلية بريطانية أظن حاجة زي كده. طبعا كان سؤالي إيه اللي وداك الحاجات الغالية ديت؟ ففي ناس قالوا له يا أيمن خش وإحنا هنديك المصاريف، والولد مكافح. خلي بالك بقى الناس زي ما شفته في الأفلام زمان، يقطع إيده ويعور إيديه ويعملها كده وبتاع عشان يشحت، مش كلام. ممكن أيمن هو ضرير لوحده، كان ممكن يمشي في الشارع ويكسب بالهبل فلوس كتير، لكن أيمن راجل يعني محترم، وقال لا أنا هشتغل وهتعلم وهتعلم كويس كمان، ساعدوني يا جماعة. قالوا له هنساعدك يا أيمن. جوه الراجل دخل خلعه لظروف خاصة، ما ربنا ما يعني ما عندهمش، المهم مشيوا بقى أيمن إيه يعني زي ما أنتوا فاهمين، خلاص ما فيش حاجة. فكلمنا لجأ لينا أو لجأ لغيرنا، المهم إن إحنا كهو كلمنا امبارح. فالكلية دي مين رئيس مجلس إدارتها؟ السيد محمد فريد خميس، رجل الأعمال الكبير، الراجل استجاب لنا على طول وقال إحنا هنتكفل بأيمن، كل حاجة هنعملها لأيمن، سيبوا لنا أيمن. فمعانا السيد عمرو خميس نائب رئيس مجموعة النساجون الشرقيون. أستاذ عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ محمود. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. انا بس بحب اوضح لحضرتك بالنسبه لايمن، احنا يعني هندي له منحه كامله في الجامعه، وهنرعاه خارج الجامعه، ودي من ضمن احنا عندنا حضرتك مؤسسه محمد فريد خميس لتنميه المجتمع،
احنا بقى يعني انا برضو عايز اوضح النقطه يعني دي احنا مش حاله فريده احنا بنعملها. طيب يعني احنا عندنا يوميا بننقل 3600 طالب من محافظات الشرقيه الى جامعاتهم في جميع في القاهره. بتنقلهم يعني عاملين لهم اتوبيسات؟ اتوبيسات على حسابنا يا فندم. كم طالب يا استاذ عمرو؟ 3600 طالب يوميا حضرتك. انت بتنقل 3300 طالب من اماكنهم؟ 3600 طالب. 3000؟ اه يا فندم. بتنقلهم لجامعاتهم؟ لجامعاتهم مجانا يوميا. وبعدين تروحهم؟ وبعد كده اجيبهم اخرنا يا فندم. طيب بالعاشي وبالبيس. طيب يعني كويس جدا. طب احنا بقى ان شاء الله حضرتك يعني بهذا الكرم هتتولى ايمن من الان ام من العمل؟ من الان حضرتك لغايه ما يخلص دراسه ان شاء الله ونلحقه بوظيفه في المجموعه باذن الله. ان احنا يعني الناس اللي زي دي احنا بنتمناهم في اسره المساجون الشرقي. طيب هل سيادتك التقيت ايمن ولا لسه ما شفتوش؟ هو ايمن كلم بالفعل حضرتك الاستاذ سامي المصري ده مدير مكتب الاستاذ محمد سعيد خميس. كويس. وهو هيسهل له كل حاجه وانا حاجز لطاقم الاعداد نميتي انا يا فندم هو يكلمني. طيب هو يعني. هو سيادتك خليك معانا استاذ عمرو. هو ايمن معانا على التليفون. ايمن اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود. ازيك يا ايمن؟ ربنا يبارك فيك وانا بشكر حضرتك. ربنا لا لا اشكر ربنا اشكر ربنا. انت رحت الـ رحت الـ بكلم حضرتك يا ايمن معاك الاستاذ عمرو. انت رحت الجامعه النهارده او رحت شركه النساجون؟ بالظبط انا رحت حضرتك الجامعه النهارده وهم الحمد لله يعني بلغوني قالوا لي الموضوع الحمد لله خلص واخدت المنحه بالشد والحمد لله. يعني عايزين اول نشكر معلش يعني عايز حضرتك تشكر لي يعني محمد فريد ده الحمد لله هو كلمني النهارده الصبح وقال لي ايمن ذاكر ليل ونهار احنا هنديك فرصه ما حدش خدها يعني قليلين اول اللي بياخدها. وبرضه في نفس الوقت كلمني الاستاذ سامي المصري انت كلمك الاستاذ محمد فريد خميس بنفسه؟ اه بنفسه النهارده الصبح كلمني. طيب احنا معانا الوقت الاستاذ عمرو اللي هو نائب رئيس المجموعه وهو الشباب في الشركه بقى والحيويه بقى يعني كلمه خد منه معاه تروح له بقى. ايوه يا اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. اهلا بك يا ايمن. ايمن اهلا بك يا ايمن. ربنا يخليك. معلش بقى اللي انا بطلبه من حضرتك هو ان انا عايز اتواصل مع حضرتك. العفو 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 ده واجب علينا يا ايمن. ده العفو ربنا يخليك. انا عايز اتواصل مع حضرتك من خلال رقم تليفون او اجي اقابل حضرتك يعني عشان بس يعني اتابع مع حضرتك التطورات باذن الله. انا بعدين يا استاذ محمود انا حدي بس في الاعداد نمت تليفوني الخاصه وايمن بعد ما نقفل مع حضرتك يكلمني على طول بعد اذنك. طيب يا عمرو انا بشكرك جدا 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 يا استاذ عمرو. بشكرك جدا 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 وبشكرك يا ايمن وربنا يوفقك واحنا بقى على اتصال بيك يا ايمن. شكرا جزيلا. هيتبادلوا بقى هم التليفونات مع بعض. كويس. هو بس قال لي حاجه يعني مسألة المؤسسات دي موجودة في مصر طول الوقت. في ناس كويسين في ناس يعني أهل خير في مصر يعني كويسين يعني بنشكرهم جدا جدا جدا. لازم لازم نبص على بعض وإلا نروح في داهية. أنت عايش في بيتك بقى بعربيتك بقى بعزك وبتاع لوحدك عيش لوحدك تحور يعني مع السلامة. إنما ناس اتخلقت عشان تعيش مع بعضها عشان تونس بعضها. ولذلك يعني انا من اشد انصار ارفعوا ضرائب ارفعوا زودوا ارفعوا. اللي معاهم فلوس لازم يشاركوا في البلد. كويس بقى اللي بيعمله محمد فريد خميس ده لوحده وفي رجال اعمال كتير بيعملوا الحكايه دي. ده حاجه يعني حاجه رائعه يعني حاجه رائعه لانه العالم اتقدم كده. يعني انت لو بصيت لاهم جامعات في العالم هتلاقي جامعات اهليه اهليه مش حكوميه. أهم جامعات في العالم هتلاقي بنيها رجال أعمال مؤسسات خيرية لرجال الأعمال. فده كويس جدا جدا بنشكرهم. في حد على التليفون ولا احنا خلصنا بقى ونقابل بقى نقابل بقى عمنا أحمد فؤاد نجم عليه رحمة الله. وزي ما قلت لكم الفنان يعني يموت ماشي ما فيش مشكلة يعني كلنا هنموت. يوم هو يروح بقى يسكن في قبره إلى يوم القيامة ماشي الحال. انما ده الناس كلها. انما الفنان بقى يقعد بقى ايه يزن في دماغك ما شاء الله يعني يقعد يمتعك ويبسطك. تعالوا بقى نتبسط بشعر احمد فؤاد نجم والشيخ امام والحان الشيخ امام مع حبايبنا ونتمتع بفنهم الجميل اللي هو يقعد بيعيش سنين وسنين. ربنا يديكم جميعا يعني الصحه
ويسعدكم جميعا، وتعالوا نسمع حبايبنا بعد الفصل ان شاء الله.